السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم معنا في ورشة موديلنج المسجد الكبير. النهاردة إن شاء الله هنبتدي مرحلة جديدة، هي مرحلة الموديلنج الخاص بقبة المسجد. دي القبة الرئيسية قدامنا، هنعرف منين نحن نروح نجيب واجهة المدخل الرئيسي؟ هنلاقي إن المسجد فيه 3 كباب. دي القبة الرئيسية أهي، هنلاحظ شكلها بالزخرفة اللي فيها. فيه هنا شبابيك هي على شكل سوماني، في هنا قبتين موجودين هنا على ايه الجزء الخارجي. نستوضح برضو مكانهم اكتر. ادي كده البلان بتاعي، ادي القبة الكبيرة، هي دول موقع المئذنتين، ودي موقع الايه القبتين الصغيرين، وبعد كده ده الارش اللي هو الايه الخارجي بتاع ايه المسجد. تمام، نروح على التفاصيل بتاعتها. ده الشكل بتاعه القبة القاعدة بتاعتها، ادي الشبابيك، واضح انها برضو الاشكال كلها ماشيه معانا سومانيه. ده الجزء ده دائري، بعد كده الايه الهلال. ده شكلها من جوه لما نيجي نصممها، لو نيجي ان شاء الله نشتغل المودرنج الداخلي، هو برضو موفر لنا ايه الزخرفه بتاعتها من الداخل شكلها ايه. ده هنا يعني سيكشن انشائي ليها مش هنحتاجه قوي. ده هنا ايه المودرنج بتاعنا. طيب احنا عايزين نشتغل عليه ونقدر برضو بنفس الطريقه بتاعتنا بالبولي لاين نحدده عشان نقدر نعمل له موديلنج هناك في الماكس بسرعه. طيب اول حاجه عايزين نعرف ارتفاع الجزء ده ايه. دي الحليه بتاعه المسجد، نروح برضو على المدخل الرئيسي، هنلاحظ ادي الواجهه بتاعه المسجد اهي، وادي فيه هنا الحليه الخارجيه من بره. فيكون المفروض ان القاعده دي مع بدايه الايه مع بدايه السقف نفسه. يعني هنشوف هي تطلع حوالي قد ايه الارتفاع بتاعها، نقيسها، ناخد مثلا من هنا حوالي 66 سنتي، ونقول 65 سنتي تقريبا. طيب وهنا الارتفاع برضو من هنا لهنا حوالي 60 سنتي. تمام. طيب من الاول نجهز الايه الشغل بتاعنا. احنا عايزين ناخد الجزء ده اللي احنا هنشتغل عليه ونكرره. الاول هفتح لير جديده من هنا، هنقول سميها مثلا كي كي كي، مفيش مشاكل. نغير اللون بتاعها، نخليه مثلا لون احمر، اوكي زي ما احنا متعودين على الشغل بتاعنا. البولي لاين هو هيكون سهل معايا هنا، انا هاخد الشكل بس من جوه بالشبابيك بتاعته. حدد كده، كده ايه اول حاجة ناخد هنا الشباك، اشوف الديتيلز بس بتاعت الرسم بتاعتي. فيه هنا مثلا خط زيادة احنا مش محتاجينه عشان ملخبطناش. ادي البولي لاين، عشان ارسم الشباك اقدر احدده بالبولي لاين، اشوف نقطة المنتصف اللي هي بتبقى ايه نقطة المثلث دي، السناب بتاعي بياخد شكل المثلث. امشي عليه كده، اقرب بالسكرول بقدر اقرب الرسمه بتاعتي، وهنشوف اللي يقابلها في الماكس ايه. باجي عند النقطه دي اللي هي نقطه بدايه الكيرف، بدايه الكيرف ما هو طالع، اجي كده افضل ماشي بالراحه يعني لغايه هنا. ايه اللي هو الارك عشان اخد الدوران بتاعي، ادوس اف 8 لان هو كده ايه بيتحرك ايه في شكل مستقيم. هاخده ايه جزء جزء عشان اضمن ان ايه الرسم بتاعي يطلع مسلسل جديد. هنا انا بلاحظ انه ايه رجع تاني اللاين على ال، ارجع تاني اللاين كليك يمين وانتر، كده انا ايه رسمت الشكل بتاعي. لكن انا ملاحظ ان الخطوط بتاعتي بيضة هنا، انا كنت بشتغل فين في اللير اللي هي اللير زيرو. كليك على الخط اللي انا رسمته البولي لاين والخط التاني، واروح هنا على اللايرز ادور على اللاير اللي انا عملتها كي كي كي، وكليك خلاص هما بقى جوه اللاير بتاعتي. لما اجي امسك كده انا بقيت جوه الايه اللاير الجديده. طيب انا لو جيت اشتغلت عملت هنا من التاني هيرجع لي تاني على اللاير الزيرو. طب انا عايز يكون اللاير دي بتاعتي هي الاكتف، ارجع تاني على قائمه اللايرز، اجي على دي واجي هنا دبل كليك، بقت هي العلامه الصح، بقت هي دلوقتي اللي انا شغال عليها، خلاص بقت هي الاساس عشان يمشي كل شويه اروح واجي عليها. احنا رسمنا الجزء ده، عشان اعمل الجزء التاني الافضل ان انا اعمله ايه ميرور. كليك
وحدد مثلا من النقطة دي اف 8 عشان يبقى في خط مستقيم وكليك. هيقول لي اريز ذا سورس اوبجكت، لا ما تمسحوش، نو مسطرة، خلاص قفل الاتنين مع بعض. اقرب شوية عشان اتأكد انه ايه وطلع مظبوط الحاجة دي. طيب دلوقتي اصبح عندي ده وده مفصول، انا عايز الحيمهم مع بعض. حاجة هنا في الاوامر اقول له بي اي مسافة، هيقول لي من تحت هنا مالتبلاي او مالتبلاي اكتر من ايه من عنصر الام، حدد العناصر سيلكت ده وسيلكت ده مسطرة. هيقول لي جوين، يا اما اخدها من هنا يا اما اخدها من المسطرة تحت الجي اللي عندي هنا كذا امر كلوز واوبن. احنا تعرضنا للامر دي بس انا برضو بنعيد تاني عشان الناس تتذكر معانا. اضغط الجي ومسافة ومسافة تاني واسكيب كليك، خلاص هو كله بقى ايه اتلحم في بعضه بقى ايه جاهز. طيب انا عايز اعمل الشغلانة دي هنا، طب انا هعيد الكلام ده تاني؟ لا، انا همسك البولي لاين اللي انا عملته واضغط على امر كوبي وكليك هنا من النقطة اللي انا همسك منها، سواء من هنا سواء من هنا، المهم امسك من نقطة معينة كليك وامشي كده، خلاص اتنقل معايا الشكل اهو كوبي، اروح هنا وهنا واسكيب، خلاص اتنفذ الامر معايا بمنتهى البساطة. تالي الامور واضحة مفيهاش ادنى مشكلة. الشكل ده هننفذه هناك كده. انا عندي القبة بالجزء ده جزء دائري كله. طيب نيجي ايه نعمل لهم برضو نفس الموضوع، ادقق في الشكل بتاعي شوية. انا لو حسيت ان في تكسير ساعة ما بفتح الملف والاقي في تكسير عندي مثلا في الشكل، اقرب قوي مثلا زي كده، او في تعريق كده من فيو وريجن اول كليك، لحد ما بحس ان ايه الامور اتظبطت. يعني دي نقطة في هنا في الرسم ديفولت صغير ان هو ايه دي بعيدة، اروح بمنتهى البساطة ايه مش هغلب نفسي ولا اعمل اي حاجة، انا كليك بس على الارك ده، هو من تحت هنا مظبوط ملحوم عادي. اللحام من هنا فاكك بتاعه، اقرب كليك هنا واروح على النقطة التانية خلاص واسكيب، خلاص لحموا مع بعض. الناحية التانية لو كان معمول له ميرور تقريبا وبرضه نفس الحكاية، خلاص اتلحم بقى منتهى البساطة وايه ما تعبش نفسي. طيب احنا عايزين نعمل نفس الموضوع، احنا عايزين برضو نرسم الايه الجزء بتاعنا هنا، نحدده بولي لاين على اساس ان احنا نعمله في الماكس امريلات. طيب انا عايز اخد النص، اخده ازاي؟ اخد لاين عادي واجي هنا المنتصف، احنا قلنا المنتصف اول ما يكون السناب على شكل مثلث، وانزل لفين؟ لغاية هنا. طب انا عرفت ازاي نص بقى اداني ايه السناب، اداني شكل زاوية قائمة وكليك، خلاص انا ايه مش محتاج الا الخط ده عشان اقدر ادخل بالبولي لاين وارسم عليه. طيب هاجي من هنا، همسك من هنا، اخد من العدل الاول، اريح نفسي شوية كده. كده في خطأ هنا، اعمل كنترول وزت ارجع خطوة، ملغيش الامر اخرج منه، لا هي بس كنترول وزت. تمام برضو نفس الحكاية، هاجي عند نقطة الالتقاء اللي هنا ما بين اللاين وبين بداية الكيرف، يعني انا اخدها من هنا كده اهو، انا شايف ان الكيرف جاي من هنا اكتر ماشي. بعدين ارك ايه اف 8 عشان يبقى حر معايا، وابتدي اخده ايه واحدة واحدة عشان اضمن انه يطلع ايه كيرف معايا مظبوط. هو هنا يعني ايه جاي كذا نقطة على كذا مرحلة مش مشكلة. واجي هنا تقريبا يعني ايه على ال هنا في خط مستقيم كليك، وهنا واقفل الشكل بتاعي تحت مطرح ما ابتديت وانتر، اصبح الشكل بتاعي ايه متحدد اللي هي ايه نص القبة. ارجع طابق بقى النقط بتاعتي، امسكها شدها هنا
اش الدائرة عشان يطابق على نفس الايه المقسم بتاعي بالظبط، او اسف البلان بتاعي. الدنيا كده ايه ماشيه مظبوط. طيب انا محتاج ده بس، ده اللي هنعمله امر لاث هناك. طيب الجزء ده احنا ممكن ناخده على اجزاء او ممكن ناخده كله مره واحده. اخده كله مره واحده زي برضو لاين، اخد من منتصف من هنا اف 8 عشان يطلع معايا في خط مستقيم. برضو اول ما يديني زاويه قايمه اعرف ان الخط بتاعي طلع مظبوط. امر بولي لاين، انا كنت واقف هنا الاول، اجي كده اقرب شويه لان شايفين هنا في خطين. طيب اجي كده هتقول ان هو ايه خد جنب شويه، مش مشكله هنظبطها. بعدين ايه الارك عشان اخد دوران، واس عشان اظبط الدوران بتاعي، واف 8. ال ارجع تاني لاين عشان الجزء ده وارجع تاني بالاي واس عشان اظبط الارك بتاعي، اخده من المنتصف بتاعه. طالما المسافه قصيره ما اخدش اكتر من نقطه يعني. طب هنا رجع تاني دوران اس تاني عشان يعدل لي الايه اتجاه الدوران، وارجع هنا برضو المنتصف، وهنا كده ظبطت الكيرف. ال تاني احنا يا جماعه بنقول تاني الموضوع البولي لاين عشان برضو ليه اللي ما كانش واخد باله منه يعيد معانا تاني ايه العمل. ايه واس ناخدها مثلا كذا مثلا منطقتين، واحدة كده تانية كده اس تاني. تاني تمام اس تاني تمام. نرجع تاني بال وانزل اقفل الشكل بتاع اللي انا فتحته الايه من الاول، كليك يمين وقفل. هلاقي الشكل بتاعنا ظبط، يبقى احنا عندنا الشكل ده كده حددنا ده، ادي التحديد وادي التحديد التاني. ارجع اشيك عليه، احنا كان عندنا جزئية هنا، احنا ممكن ناخد النقطة دي كده واجيبها هنا اهو. طيب احنا قلنا لما التانية ما ظبطتش برضه اخدها هنا، هتفرق معايا تحت. يعني هو الفرق بسيط قوي يعني ما يكاد يكون غير ملحوظ، يعني مش محتاجينه قوي ان هو يتعبنا يعني. بالنسبة للشكل ده هنا احنا في عندنا لاين، ده لو كنا احنا واخدينه كمؤشر مش محتاجه. اراجع بس على ايه البولو لاين، البولو لاين مظبوط مفهوش ادنى مشكلة. تمام اصبح كده عندي الجزئين دول مرسومين اللي هما خاصين بالمئذنة بالاسف بالقبة ايه، ونقدر نصدره. اسيف اروح على ملف الماكس، ده كان الجزء اللي احنا كنا وصلنا له في اخر محاضرة. المئذنة هخفيها خلاص احنا مش محتاجينها دلوقتي. في عندي هنا اللي هي بتاعت احمد اللي احنا كان فيها الاجزاء اللي احنا شغالين فيها من البلانات اللي كنا جايبينها من الاوتوكات احذفها خلاص مش محتاجينها. البلان بتاعي ده اللي اقدر اشتغل بقى عليه دلوقتي. ده البلان بتاعي، محتاجين ان احنا نرسم القاعدة بتاعت الايه بتاعت الاوب. منتهى البساطة هاجي من الشيب وارسم ريكتانجل مثلا، افعل السناب واتأكد ان السناب بتاعتي شغالة من هنا
هو ليه ما ظهرش معايا؟ لان انا دلوقتي رسمت في اللاير بتاعت المئذنة. لا، انا هخلي اللاير بتاعت البلان هي المفعلة، كليك واقفل لاير المئذنة، اخد اللاين بتاعي اللي رسمته واضيفه في لاير البلان واقفل اللاير بتاع المئذنة. عشان ايه؟ انا مش عايز اشتغل عليه. ادي الريكتانجل بتاعي، اروح احوله لسبلاين، احول النقط الفيرتكس دي احولها لكورنر، اظبط فيرتكس، تمام كده. نعمل لها ايه؟ اكسترود. طب اكسترود بكام؟ احنا قلنا الارتفاع هنا كان حوالي 66، نقول مثلا سي 65، لاين 65، تمام. كان عندي هنا خارج، وبعد كده ابتدى يعمل عملية الشطف اللي هو بيعملها كل مرة دي. طيب هدي هنعملها ازاي؟ اروح هنا على modifier edit poly ونشط ال vertex واخد ال vertex اللي فوق بس، انا مش عايز اللي تحت، وامر شنفر وابتدي ايه اطبق الامر بتاعي لغاية ما اشوف ان هما تطابقوا هنا في الايه في التوب. اوكي كده ايه متطابقين، دي اول خطوة. طيب عايزين بقى نشوف ايه البلان بتاعنا. ميرش امبورت من تفاصيل الاوبا، انا عندي اللي هو الكي، الغي كله، نعم، والكي اوكي. ده اللي احنا رسمناه من شوية. السبلاين ابتدي افصل التلات اجزاء دول، اخد ده افصله دي اتاش، ده افصله دي اتاش، واصبح دي الجزء الاخير. هاخد التلاتة مع بعض، احدد نقطة الهراكل بتاعته، اخد التلاتة مع بعض، كل واحدة بقت في المنتصف بتاعتها على اساس ان هما التلاتة بقوا مفصولين. نشتغل على ده الاول، اظبطه قدامي على 90 درجة، كده احنا هنعمله اكسترود. بس انا محتاج منه حاجة واحدة بس اللي هي الشبابيك دي، افصل الشبابيك من جوه، دي الفتحات، انا عايز اعمل الشباك من جوه اللي هيكون عليه الزخرفة الاسلامية بتاعتنا. شفت، خدت منه اي كوبي وعملهم دي اتاش، خلاص انا كده ايه فصلته. اكسترود هنخليها مثلا سي هو كان المئذنة كانت على 33، خلي ده مثلا ايه سي 30 سنتي. طيب ودول هنخليهم برضو اكسترود، انا عايزهم حاجة بسيطة خالص وليكن يعني 5 سنتي، ولا لا 5 سنتي برضو كتير لكن مش مشكلة. طيب احنا عايزين نظبطهم على بعض، نظبط الاول البيف بتاع الشبابيك، انا عايز اخلي دول في منتصف دول. انا كده مفعل اللي هو الميد بوينت، همسك من هنا وكده، انا من اي نقطة يعني ممكن اخده من هنا مثلا واظبط من النص ده او النص ده، لكن انا لقيت الخط ده واضح بدل الخطوط الكتيرة دي، خليت ده واضح قدامي، مسكته كده من النص ورحت على النص ده بتاعته. نبص عليهم هنا،
اغير اللون بتاعهم زي ما احنا متعودين عشان اعرف اشتغل عليهم. هاخدهم مع بعض مؤقتا واعمل لهم جروب عشان ايه اقدر امسكه واشتغل عليه. عايزين نوسطن بقى الامور، نشيل الميدبوينت مؤقتا، المفروض ده يبقى فين برضه، مش نقفل السناب هنا الى حد ما تبقى كده الامور ايه مظبوطه. طيب نظبطها من هنا، لازم عشان كده تكون كل الامور ايه ماشيه معايا صح. ارفع ده كده وبالسناب اظبط مع اول النقطة. الامور ماشيه كده تمام مبدئيا، تمام مبدئيا، ما نقولش تمام 100%، لكن نقول مبدئيا تمام. احنا كده احنا بنوزن فين؟ بنوزن على البلان بتاعي، ما بوزنش على البوكس انا عملته، وزنته بمكانه على البلان بتاعي. طيب محتاجين بقى ايه ندوره، روتيت ودوس على شيفت عشان ايه كوبي على زاوية برضو 45 زي ما احنا عارفين الموضوع بتاعنا ده. وهمسك من هنا معذرة، موف وراح ماسك من هنا. كده كلهم قفلوا مع بعض. طيب لسه الجزء ده ما اتظبطش، وبعدين نلاحظ ان في كيرف صغير هنا. طب الكيرف الصغير ده جاي منين؟ لما نمسك الجزء ده نمسك الفيرتكس بقى بتاعته نبتدي بقى نظبط الامور هنا. يعني الاول بس ايه نظبط ده على ده. في فرق صغير خالص اتوجد، مش مشكلة سهلة معالجته يعني. نمسك النقطة دي النقطة دي بتقفلوا هنا مع الشكل، برضو النقطة دي. طيب بالنسبة للجزء اللي مقفلش هنا ده الاتنين مع بعض، هذه مهمته خلصت. نحاول نظبطه برضو من هنا. ممكن احنا نعمل له edit poly، ناخد النقطتين دول نظبطه كده يعني. هي بس ايه عشان بس ما يظهرليش بس اي فرق ساعة ما باجي بعمل ايه الخامات او الشكل بتاعي، والداني برضه نفس الشكل المشطوف زي ما هو كان ايه معمول. هنا بس هنغير، احنا كنا عاملين اديت بولي، لا هنخليها اديت مش اساس ما يدينيش القطع اللي احنا شفناه في الواجهة دي. هي احنا قدر الامكان يعني مراعاة الدقة قدر الامكان. تمام. طيب احنا قلنا احنا هنصمم المئذنة، معلش موضوع المأذنة ما ماسك معايا النهاردة، هي ما نصمم القبة أو المسجد بصفة عامة، باعتبار إن احنا كنا هنقول هنشتغل
المسجد من الخارج ومن الداخل. طيب انا طالما في ايدي ان انا اظبط اموري وانا بشتغل ان انا اظبط اموري للمرحله اللي جايه باش. طب انا دلوقتي عملت القبه، القبه دلوقتي مش معقوله تظهر من جوه مقفوله، لازم اكون مفتوحه. طيب نظبطها ازاي؟ انا اجهز برضو شغلي طالما متاح معايا ان انا اجهزه للمرحله اللي جايه. اجي على نقطه الالتقاء هنا ديه وابتدي ارسم لاين. طيب احنا كنا قلنا في الاوتوكاد ان احنا كنا ايه بالسكرول ونقدر نقرب، لكن هنا انا لو اقرب مش ظاهر معايا، ولو سبت يعني لو جيت ضغطت على سكرول وقربت خلاص اللاين راح مني. كليك وادوس على حرف الاي، ابعد كده مثلا واجي هنا وادوس عليه على الاي، خلاص جاب لي النقطه اللي انا عايزها. برضو هنا الاي يعمل لي زي زومينج، لكن هو الافضل اروح لغايه النقطه اللي عايزها والاي وخلاص هو ظبط لي على النقطه اللي انا عايز اقف عندها. برضو الاي وبالسكرول اقدر اقرب ابعد، وانا عايز اقف هنا بالاي خلاص ظبط لي ايه الشكل قدام. نفس الحكايه الاي والسكرول اقرب، يعني حاجات صغيره بس بتفيد وبتريح كتير قوي في الشغل. يعني الاي وهنا بقفل الشكل خلاص. طيب انا استفدت ايه بقى من الموضوع ده؟ انا كده عملت حدود خارجية اتأكد ان ايه انها مرسومة مظبوط، مفيش اي نقطة هربانة كده ولا كده. تمام. طيب احنا كنا متذكرين ان احنا رسمنا اللي حددنا الاكسترود هنا ب30. طيب انا هاخد كوبي مبدئيا من اللاين ده، شفت؟ تمام. ده اللاين بتاعي انا ماسكه اهو، هنعمل له اوت لاين ب30 بوينت 3، ناخده بالماينس ناقص بوينت 3. تمام. وهمسح الايه، اقفل الاوت لاين ده، وانا كده اللي بره هو اللي متحدد امسحه، انا عايز بس الايه اللي جوه، واعمل له اكسترود اي حاجه. المهم ان انا عايز ايه انزله عشان نبتدي نعمل امر بولين. هفتح الجزء اللي هو تحت ده. تمام. يبقى الشغل بتاعي على ده، اروح على جيومتري كومباوند، هجرب الابر بتاع البوري لاين البروبولين وستارت وكليك اشوف القطع في منتهى النظافة، وظهر لي من جوه الاتنين متظبطين مع بعض. لو خدت ده واديت له اللون بتاعي بقى كله. اقفل F4، انا شايف الشبكة مضايقاني، ادوس على G على G كده اغير الشبكة. طبعا الشبكة هنا لما تاخد الزخرفة والاوباستي بتاعتها هيبان ايه شكلك ايه جميل جدا من بره. طيب كده كلام جميل. هاخد ده وارجع بيه تاني على مكانه عشان نبتدي نكمل بقية المراحل بتاعتنا. تمام. فرونت وزت. طيب احنا المرة دي برضو عايزين نعمل له اوتلاين بالماينس بارت بوينت 3. كده احنا عملنا له الايه الحدود بتاعته، بقى ماسك بالظبط على ايه السكنس بتاع الحوائط دي. هناخد المرة دي أمر edit poly، نسيبه ثانية واحدة ونروح على الأوتوكات. احنا كده خلصنا الجزء ده، الجزء ده هنبتدي نطلع على ايه البروز ده اللي هيركب فوقيه الايه الجزء الاسطواني.
طيب هو خرج قد ايه ودخل وطلع؟ هنشوف هنا، هنقيس، هنقول حوالي 25 سنتي تقريبا. بعدين طلع حوالي 13 سنتي، يبقى كده وكده، يبقى كده 25 وطلعنا 13، دي كام؟ نركز مع بعض، 13، يبقى كده 25 في 13 في 13، والارتفاع حوالي 20، يبقى كده 25 13 في 13 في 20. آخر واحدة خالص ناخدها على الميل بتاعها من هنا، 26 سنتي. طيب ننفذ الكلام ده ازاي؟ وأمر بيفل هو أنسب الأوامر معايا في الموضوع ده. طيب احنا الأول هنطلع كام؟ 25 و2 5، و2 5، apply، بعدين apply واحدة، هو ما عرفش، هو بينفذها مرتين، اقفل. بعد كده احنا طلعنا كام؟ 13. بعدين خرجنا تاني 13، وهطلع 20. اوكي تمام كده، تمام كده. نروح لجزء الاسطواني بتاعنا، التوب، نعمل روتيت 90 درجة، ننفذ عليه أمر لف، ناخده على 130 عشان الصدارة بتاعته تبقى كاملة، ويلت وفليب، وعمل له ألاين سنتر للسنتر. أوكي لسه فاضل لنا جزء صغير هنطلع بيه، فاضل لنا جزء هنا أخير خالص اللي هو ده، نرجع تاني. بيفل هو كان بقى المرة دي احنا قلنا 26 سنتي، هو هيدخل لجوه ناقص 0.26، وأسف هو هيطلع 20 سنتي الأول، هو كده طلع. هندخل حاجة بسيطة، احنا هندخل حاجة بسيطة خالص، او ممكن نجيبها ازاي؟ احنا هنقول احنا عايزين نطلع بزاوية كده، عايزين نطلع بزاوية، ممكن برضو عن طريق امر بيفل نصفر ده، احنا مشينا بيها ازاي كده 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 كده، وعايزين ندخل على
26 سنتي، يبقى احنا ندخله 26 ناقص 26، وهطلع ابلاي كليك، وهطلع حاجة بسيطة خالص، يعني هطلع حاجة بسيطة خالص لا تذكر، يعني 5 سنتي. طب انا عايزها في ايه ال5 سنتي دي؟ اوكي هنا F4، همسك ال H ده واعمل له رينج، عشان اطلع بالايه، بالزاوية الصغيرة اللي هو طلع بيها دي. ممكن ننزل بيها حاجة بسيطة تانية، يعني طيب لو جينا السناب وهنزل فيها شوف الدنيا ماشية ازاي معايا. طيب احنا جينا رسمنا هنا الجزء الاسطواني ده، اطلع بس بيه كده او انزل بيه واتيفر. انا جيت هنا رسمته، طبعا الشكل طلع مقفول، انا هحط له بس ايديت بولي، وهمسك نقطة الالتقاء اللي في النص دي كليك وديليت، يعني نقطة الالتقاء اللي في النص دي ظبطت تمام. ولكن بس عندي هنا برضو فرق صغير خالص، لو الفرق ده احنا عايزين نمسك النقط دي، النقط دي F3، نمسك النقطتين دول دول بس احنا مسكناهم كلهم كده، بس هوسع الامور شوية يعني. ليه؟ عشان لما اجي انزل دي تبقى ايه، مقفوله، ما يبقاش في اي نوع من انواع الفراغ كده. انا شايفها من جوه، نقعد اشوف دي برضو، نديها نمسك الجزء ده برضه نفس الحكاية، نشتغل عليه 90 درجة، أمر less align على الأوبا، نعكس الفليب بتاعته.
مظبوط مفيهاش مشكلة. يفضل لنا الايه الهلال، احنا ما عملناهوش المرة اللي فاتت، احنا خلاص بقى الحاجات دي مش محتاجينها. احنا محتاج بس ايه شكل دائري بس، مش محتاج اكتر من كده يعني. سيف هرجع تاني اقول له import تفاصيل القبة نم على كي. انا كان ممكن اللي هما الهلال ده كنت اخده على لير منفصلة، لان طبعا هيجيب لي الايه البلان من تاني، بس حاجة من هنا اسهل لي على طول. اروح ماسك دول ديليت ديليت، هو دول بس اللي هيفضلوا معايا. نثبت الفايف بتاعته على 90، نروح على الفرونت ونشوف بقى ايه هنظبطه ازاي. لو نتذكر الطريقة بتاعتنا اللي احنا عملناها قبل كده، هناخد سيركل على حسب سيركل التانية، مصطنع ايه بالنظر كده جوه الايه الشكل. هنحاول دي سبلاين الفيرتكس، وهاجي الاول ازود بس النقطة بتاعتها عشان الاستدارة بتاعتها، خليها 12 نظبط الاستدارة. هاجي على النقطتين دول واعمل لهم بريك خلاص كده. اروح على جيومتري وامر لوفت وجيت شيب، خلي الباس بتاعت هنا سي 15 عشان الاستدارة بتاعتها، وعلى موديفاي السكيل ادي نقطتين هنا، واحدة هنا واحدة هنا على سبيل المثال. همسك دي اول خليها مثلا عند 25، وهمسك دي اول خليها عند 75، واخد دي وانزل بيها زيرو، واخد دي وانزل بيها برضو الايه بزيرو. ممكن اجي من السيركل دي اتحكم في القطر بتاعها، يعني الامور كده مظبوطة. نروح نعملها align على القاعدة بتاعتها، من هنا مظبوطة ومن هنا. اتأكد من كل المساقط الدنيا ماشية معايا صح. في عندي هنا خطأ، الخطأ ده ظاهر منين؟ هاجي على السكيل النقطتين دول، كليك يمين وحولهم لايه زير سموث. تمام كده،
انا كده ناخد layer جديدة سميها مثلا اوبا مثلا، ونروح واخدين الشكل بتاعنا ونحطه في اللاير الجديدة دي. قفلت، لسه في جزء تاني. كده تمام، اصفره ظهر كله، اختفي كله. هخفي البلان مش محتاجه، اظهر القبة، F4 الدنيا تمام. طب لو احنا قلنا طب ده ليه ظهر اسود من جوه، ده عشان الشكل بتاعه. لو انا جيت اخترت الشكل الصوان ده قلت له فليب وقفلت، هيظهر لي من جوه منور من بره اسود. الكلام ده لو على حسب ما بشتغل فين. انا لو بشتغل جوه في التصميم الداخلي هروح ايه مظهره، لكن طالما بشتغل من بره ومش مش هيبان معايا الداخلي دلوقتي، يبقى ايه يظهر بالشكل ده. احنا كل التصميم بتاعنا دلوقتي من الخارج. لو بصينا على اللوبتين التانيين هنلاقي الموضوع زيه بالظبط، بس ما عدا ان هي لغاية هنا مفيش شبابيك، يعني قاعدة على طول. فمتهيألي الامور سهلة ونقدر احنا ننفذها مع نفسنا، ويكون تمرين بسيط لينا. هي نفس النظرية بالظبط، هنشوف الارتفاعات بتاعت القاعدة قد ايه. خدنا برضو لاين حددناه من هنا، خدنا اللاين ده برضو نفس الحكاية ونفس الهلال، نفس الفكرة بالظبط. كده في منتهى البساطة، في منتهى السهولة، وإن شاء الله يكون تطبيقكم جميل. منتظر تطبيقاتكم وأي استفسارات إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.